سؤال عايز أسأله، عايزين نشرح للناس يعني إيه ملء ثاني؟ هو طبعا عمليه بناء السد ثم حجز المياه او تخزين المياه خلف السد المفترض ان حسب الخطه الاثيوبيه انها بتتم على اكثر من مرحله. وده طبعا المرحله الاولى هي حجز كميه من المياه، ثم مرحله ثانيه اللي احنا بنسميها الملء الثاني هي حجز كميه اضافيه من المياه. الملء الاول كان مرتبط بمستوى ارتفاع معين للسد، حصل الملء الاول ثم تم التعلية إلى مستوى تاني، وبعدين مفترض أنه بيتم عملية ملء تانية اللي هو حجز كمية إضافية من المية. عملية الملء التاني تمت، عملية الملء الأول تمت، الملء التاني كان مفترض أنها توصل إلى مستوى ارتفاع معين لكن ما قدرتش إثيوبيا توصل له، لكن هم حسب المستوى الارتفاع اللي تم يعني المفترض أن تبدأ عملية الملء التاني اللي هي حجز كمية إضافية من المية. ده هيأثر علينا ازاي؟ ده سؤال مهم واجابته اهم. طبعا المستويات التأثير بالنسبة للسد عموما متنوعة طبعا، لكن في كمان درجات للتأثير وفي مستويات للتأثير وكمان امتدادها على مدى زمني. التأثير الأول طبعا هو أو الأهم هو حجز المية، لأنه ده هيأثر على معدل أو تدفقات أو اللي بيسموها المتخصصين في الري معدل تصرفات المية من خلف السد حسب الفتحات المصممة داخل السد، فبالتالي ده المفترض أن هو يأثر على مستوى تدفقات المية. لكن الملء الثاني طبعا ما وصلش إلى مستواه الأقصى أو مستواه المخطط، لأنه بسبب أن هم الإثيوبيين ما قدروش يعلوا أو يوصلوا لمستوى التعلية في الحاجز. كان المخطط طبعا أن يوصل إلى 18 مليار متر مكعب. لكن طبعا هم وصلوا إلى يعني مستوى من الملء أقل من المستوى الأول، لكن القضية مش متعلقة بسبب طبعا مشكلات فنيه، وبسبب طبعا انه كان عنده مشكله كمان في بني شنقول في اقليم بني شنقول، فده اثر على عمليات التوريد وعمليات اللازمه طبعا العمليات اللوجستيه او الفنيه اللازمه لعمليه البناء. القضية حجم المية اللي هيتم تخزينه ورا في البحيرة مش هي القضية، القضية كمان تتعلق بالمنهج الإثيوبي، تتعلق بالسابقة اللي بتحاول إثيوبيا إنها ترسيها حلو في قوي. التعامل عشان كده أنا عايزة أسأل بقى في الحتة دي، يعني إيه نقط الخلاف اللي بيننا وبينهم؟ ونشرحها بقى للناس كده بطريقة مبسطة. نقط الخلاف طبعا عديدة. أولا في مشكلات، في خلاف حوالين المواصفات الفنية. أي. طبعا إثيوبيا بسبب المنهج المتعنت رفضت أن يكون في تشارك في الدراسات الفنية. أي عمل ضخم زي بناء سد على نهر بحجم نهر النيل لازم يكون في دراسات فنية دقيقة جدا، وبتتم على مراحل مختلفة، وبتتم كمان بمعرفة مكاتب دولية متخصصة. فالإثيوبيين بسبب الموقف المتعنت من جانبهم في إدارة هذه العملية بالكامل من بدايتها ما سمحوش بالتوافق مع مصر ومع السودان في أن هم يعتمدوا على دراسات فنية كافية وبمعرفة الجهات أو مكاتب دولية متخصصة. فبالتالي